السلام عليك حبايبي، وين ما كنتم؟ حبيت أعلق عن موضوع نزل على مواقع التواصل، وهذا الموضوع مفبرك أصلاً وشغلة ابتزازية، والناس معروفين اللي هم ابتزوني على هذا الفيديو اللي نزلوا لي إياه وطلبوا من عندي فلوس بصراحة، وأنا ما أعطي فلوس لأن ماكو هيش موضوع. وسبق وانا يعني انوهلكم على الشغله بصراحه، وهذا قبل سنه عندي الفيديو وعندي الكتابه، وهي انسانه معروفه كتبت على نزلت على فنانين ونزلت على مسؤولين شغله ابتزازيه، وهي جمهوريه جوجو. وانا اعرف واحد واحد طبعا من اللي معاها واللي وراها، وظلمت هواي عالم، وانا من عندهم اللي انظلمت، واي شيء استجد موجود عندي بالتليفون كتابه وصوت عن هاي الانسانه. ولحد البارحه الفجر هي تتكلم وياي تطلب من عندي فلوس وتطلب من مدير اعمالي اللي هو احمد العزي وابن اختي عبد المعين، وسبق وراد تريد تعالج، تريد بس تاخذ فلوس من عندي، وانا ما نفى هذا الموضوع لان ماكو من عندي هذا الشيء بصراحه. وحبيت اوضح لكم هذا الموضوع، وتحياتي لكم، وربي يحفظكم ان شاء الله حبايبي. شكرا لكم.